الدار باسم كل استقلالي واستقلالية تقدم العزاء ديال الأسرة الصغيرة والشعب المغربي فقدان رجل وطني في حجم سيد العربي بالساري، الرجل الذي خدم الوطن من مختلف مواقعه، موقعه كإعلامي، موقعه كسفير، وموقعه كسياسي داخل صفوف حزب الاستقلال وفي قيادة حزب الاستقلال. إذن اليوم افتقد الجميع عن الوطن، افتقد رجلا وطنيا غاربا، وكذلك الشعب المغربي افتقد رجلا يدافع عن القيم، يدافع عن المبادئ، يدافع عن التوابس. إذن مرة أخرى أبدأ أبا السلوى والسلوان لعائلته الصغيرة وكل رفاقه ولكل أصدقائه ولكافة شرائح المجتمع المغربي، لأن سيد العربي المساري كان صديقا للجميع، لم يكن له أعداء، بل كان دائما رجل وسط، رجل معتدل، رجل يخدم الوطن انطلاقا من كل المواقع التي تحملها والمسؤوليات كذلك. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.